باش نبداو لي بذيك نتاعنا معاك هشام بداية مع قول الو. قول الو. قول الو سي هشام. الو. 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 تبارك بس. والله الحمد لله. وينك يا معلم؟ هاني خونا يوسف بن علي. هاك عرفته من الصوت. هاي ما خويا القلب على القلب. هاك ها. صحاب برشا انت يوسف ها؟ لا خويا يوسف فما صحبه وفما خويا يعني. انا يوسف دوم عرفته هو في الاسبيرونس وانا في الاسبيرونس. انا تا فريمون تحس باللي خو معناتها نكونوا لبرا كي كنت في البرتغال وهو كان في قطر يكلمني تحسه مش يكلمك على مصلحته تحسه متوحشك يكلمني اول كلمه يقول انا راني توحشتك هشام. الحمد لله يا ربي ما فما السبور يعرفك على الرجال تعرفت براجل بالقدا بالقدا الحمد لله يا ربي واني فرحان اللي عرفت يوسف حتى عائلته ما شاء الله والله فرحان على الاخر بصاحبي. باهي اول حاجه مشكور يوسف في فرنسا جاي لتونس بعد شويه الطياره نتاعو تقريبا ما 3:30 يعطيه الصحه موجود معنا بالتليفون دونك يوسف نحكيو شويه على هشام. بون باش نقول باش نقول له راهو لو بليزير سي بارتاجي وانا بيدي فرحان برشا عرفت راجل وخو فرانشمون مش خاطر يسمع فيه هو يعرف يعرف الشيء هذايا مي سي تري امبورتون معناها ديما كيما نقول دي باسي لو ميساج او جون دي باسي لو ميساج معناها او ليزيتور اليوم لي غولاسيون ميم سي انتر جوار وني معناتها في سبور ديفيرون لكن اون دي فالور اي جايبكم بعضكم انت هوند هو فوت وي سي سا هذاك هو معناها انا دي فالور اون كوما عندنا دي حاجات نحبوهم كيف كيف هو يحب الهوند انا نحب الفوت نتبع بعضنا اخبار بعضنا حاجه من الحاجات اللي معناتها تربحها من سبور انك تعرف برشا ناس وتعرف برشا رجال وهشام مانيش انا باش نقول معناتها الكاركتير نتاعو ولا 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 معناتها تربيته ولا اخلاقه ولا حتى الجرين او الجرحه نتاعو في التيران راهو كيكا معناها إلي معناتها كيلكان كي سونجاج يجي معاك كيما نقولوا نحن بالتونسي مش قف وسرع دونك حاجه 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 اللي هي سي باغي معناتها في انا دونك انا فرحان برشا عندي خو عندي صاحب وعندي كيما تقول انت عشير دونك فخره لي انا بيرسونيلمون هشام تبارك الله كارير كبيره وين مشى وين خلى البصمه نتاعو دونك يوسف احكي لنا حاجات اللي ما يعرفوهاش العباد على هشام والله شوف هشام يقلد هو ضحك فيها برشا حكايات يقلد مليح اها شكون يقلد شكون خلينا ناخذ حكايه يمشي انا عارف كان هو كان هو يقول لي يقول نقول كان هو يقول لا لا يا هشام يا هشام لا 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 شكون تقلد لا ما فما حكايه او فوزي المنزلتي اني نحيوه هو نعرف باللي هو يقول لك انا حب ما ديما كي نعملوا حاجه مو فوزي يقول لك العرب كرب ديما كي نعملوا حاجه انا وياه نقول له العرب كرب هو يقعد يضحك يقول لي كيف فوزي هو يعطينا كيفاش يقولها اعطني هذا تقليد فوزي والله مش تاع راديو مش تاع راديو مش تاع راديو برشا برشا لا 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 والله لا اي ما نجموش نهذبوها شويه لطفوها شويه لا والله انت كي نقول له تين العرب كرب ما هو يعملها هكاك تيقول له هكا حتى فرجاني هو يقول لي من العرب كرب لا فرانشمون سلام هشام معناها عنده بوكو دو معناتها كاركتير وبوكو دو كاليتي كيما قلت لك معناها انا بدي معناها بورتون اكبر منه شويه في العمر لكن نتعلم منه برشا سور معناتها لو ريغور وسون بروفيسيوناليزم تعرف اللي يشوف اليوم تبارك الله معناها انا تاع جامي عمل كارير كبيره لعب في تقريبا لي تروا كونتينون ما يجيش بالساهل وما يجيش بحتى شيء معناها لعب في الاوروب لعب في الافريق لعب كيف كنت زاد واخر مني شويه دونك فوالا ما يجيش بالساهل اليوم نحب نقول له راه ميساج تري امبورتون ديما نقوله له son niveau معناها اللي معناتها plus bon que ça عنده برشا حاجات ينجم يعطيها معناتها الكريتير اليوم نتاع ديفونسور معناتها تبارك الله جاباري كي رابيد كي فيسيو كي معناتها اكسبلوزيف اليوم تشوف معناها ديفونسور نتاع ليفربول براتيكمون لو ميم بروفيل دو هشام ان شاء الله نلقاو هشام فان دايك لا والله لا معناتها سي امبورتون حتى يوسف حببني فريمون حببني في الهون
نكون في قاعد في السعوديه. وصلت حتى صارت فاز على كاكا نتاع فوت باش ياخذها مير بيفو، نمشي لصحابي نقول لهم فوتو فوتو السعوديين ما يعرفوش، قول لي شنو هذا، قول لهم لا فوتو هذا صاحبي باش ياخذها. معناتها فريمون الميريت، الميريت مش معناتها نرمي له في الورد هكاك، الميريت بوكو باسكو انسان باهي، ونحسوا باللي نحسوا هذاك فريمون القرحه نتاع جوار ديفونسير نحسها عند يوسف فريمون في الهوند، وحببني في الهوند ساعات هكاك قعدت في الدار نقعد نلوج تيوين نقول له تيوين تلعب وين تكوروا انتوما خليني نتفرج عليك هكاك، وفريمون حببني في الهوند كراسا يوسف اللي رجعت نحب الهوند برشا. يوسف احكي لنا هكا فيها برشا طرايف مع هشام، اعطينا حاجه اخرى هكا بخلاف فوز البنزرت. والله شوف الطرايف راه برشا يا سلام صدقني برشا طرايف، اعطينا وحيده باش نقول لك حاجه. باش نحكي لك حاجه اون فيت معانا زاد فرجاني ساسي زاد اخونا وصاحبنا قدموا له التحيه بالمناسبه هذه اون فيت كل زوز يتقابلوا يغزلوا الثالث فهمت دونك هذه بدات الطرفه الوحيده مره انا وهشام نبعثوا للفرجاني او كنقولوا له اقعد ديما وحدك واحد واحنا انا متوانسين مره يعملوا هالي هما الزوز مره نعملها انا والفرجاني مي فرانشمون معناها حاجه باهيه وحاجه شوف والله خلي الكوره وخلي الخدمه وخلي معناتها اللي تحب انت كل فرحان برشا لانه راجل معناها هشام راجل وانسان تنجم تعمل عليه معناها حتى في مشكله حتى في حاجه بيرسونيل يعطيك وزن يعطيك وقت ويسمعك معناها يخلي كما قلت لك معناها دوتر جوار بوتيتر ما يقول لك انا يا خويا اللي فيا مزازيني فهمت مي هشام انا نحسه ما جمونفو معناها دو جوار كيما نقول له نقول له اسمع راني انا يوسف ماني جوار معناها خلي ذا احنا انا راني انسان قبل ما نكون معناتها قبل ما نكون جوار دونك هشام نحسه اكثر انسان من جوار وفرانشمون جو لو فيليسيت باسكو توا صعيب ياسر تلقى جوار يخرج من 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 من, من الغول هذاك معناها يخرج من الغول دان جوار دين ستار معناها سي تري كومبليكي مونتالمون سيغر هشام عادي معناها ينجم يقف لك في اي ستاسيون يقعد يحكي فاتلك معناها فرانشمون انا هذوما حاجات فيا انا دونك نحبوا هشام خاطر المغاسومبل بوكو ونحبوا برشا وهو يعرف الشيء هذا ونتمنى له كيما قلت معناها نحكي اون نيفو بروفيسيونيل نتمنى له معناتها كارير اكبر وخير برشا لانه الى بوكو معناتها الى بوكو تالون في ساقيه في مخه مونتالمون معناتها تصور مازال يروح من السيزون نبرمجوا باش نمشيو نعملوا بروغرام واحد بريباراسيون يا هشام خذ ارتاح شويه قال لي ما نحبش نرتاح نحب السيزون الجايه نعمل بخير مي هذا هو الامبيسيون اليوم في عمره هو بالاكسبيريونس اللي عنده هو واحد اخر يقول لك ناخو على روحي شهر تاعي فهمت معناتها سي بيان الحاجات هذوما سي بيان واللي يسمعوا فينا زاد سي تري بيان يتبعوا راهو سي با فاسيل معناتها باش تكون جوار محترف في نيفو عالي راهو فيها برشا سوفرونس فيها برشا تعب وهشام تعب برشا معناها بين الدائر بين تونس بين الغربه بين العائله بين معناتها البنوته الصغرونه اللي عنده ربي يفضل هذا معناها شوف هذوما الكل دي سوفرونس اليوم معناتها هشام نقول له جو فيليسيت الحمد لله نجحت في كاريرك ناجح في حياتك الخاصه معناتها انسان معناتها متخلق برشا ما عليك كان تكمل هكا وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله نشوفك من خير نعيشك خويا بقدرة ربي في الاوروب نكون حاضر ان شاء الله نشوفك في الاوروب ان شاء الله نتفرج فيك ان شاء الله يعطيك الصحة يوسف بن علي ما نزيدوش نعطلوك على الطيارة نتاعك فريق السلامة ان شاء الله لا تهنى تتفاصل باش نطلع في شركة ما حبش نقول اسمها ديما رتاح ان شاء الله ربي يوصلك بالسالم وهاني نستنى فيك مبرمجين قيوة بعد اي بيان سور مرحبا هذاك بليزير عايشك بون فواياج يوسف خويا سالي سلام عليكم